السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم بدي أحكي عن مشكلة من المشاكل اللي بتصير مع الناس أثناء الطباعة. طبعا هي مشكلة مش بسيطة، ولكن هي حلها بسيط جدا، ولكن هي مش بسيطة بالنسبة للناس اللي بتطبع، وإذا قطع معاه الطباعة مشكلة كبيرة، أو إنه فشقت معاه الطباعة، أو إنها تخطط الطباعة مشكلة كبيرة. طبعا هي المشكلة لما أنت تطبع مقاسات كبيرة، مثلا فوق 5 متر، 6 متر، 7 متر، 10 متر مثلا كاملات، أو 20 متر، أو 15 متر. إحنا بنحكي متر طولي وليس عرضي، عرض الماكينة، ولكن طول الارتفاع تبع اللي هو مشية الميديا. فبصير بعد نحكي 5 متر او 6 متر او 7 متر، بصير عنده فصل، الفصل اللي هو بيعطيه مسج على الطابعة اللي هو كونكت فيل. كونكت فيل طبعا هاي المشكلة حلها بسيط جدا، مش صعب يعني، ما في اي صعوبة فيه نهائيا، ولكن لازم تتبع اللي هو الموضوع وتعرف كيف تشتغل فيه. اول اشي، اذا انا عندي الصورة واضحة ودقيقة نحكي، والحجم الطبيعي اللي راح أطبعه تمام، راح أحولها يعني بصيغة معينة، مثلا صيغة التف أو أي صيغة أنت بتطبع عليها، وبتحولها الريزوليوشن تبعها، أو بتحول الريزوليوشن تبعها إلى يعني نسبة معينة اللي أنت بدك إياها. تمام، أنا عندي فرضيا هذا الباك جراوند مثلا، أو عندي أي صورة، أو عندي أي شيء، أنا ما بحكي بس بالنسبة للباك جراوند، أنا عندي أي شيء بدي أطبعه. حجمه الطبيعي يا أخوان، حجمه الطبيعي، دقق شو بحكي لك، حجمه الطبيعي اللي هو 10 متر في متر و10 سنتي، هيا 10 متر 1000 سنتيمتر في 110 سنتيمتر. تمام، أنا عندي المقاس الآن صحيح زي ما هو موجود، أنا بشتغل على برنامج الكور دروم. طبعا المقاس أنا حاطه صحيح 100%. طبعا أنا بحكي لك في صدد أنك أنت حطيت صورة، حطيت اي نوع من الباك جراوند يكون واضح. تمام، اذا الصوره مش واضحه راح تطلع معك الصوره مش واضحه، يعني هي نفس الطريقه، يعني ما في اختلاف، انت حطيت الصوره واضحه راح تطلع واضحه، انت حطيت الصوره مش واضحه ما راح تطلع واضحه. الناس بتغلط بشغل معين، انا لما احول الطباعه يعني بعطيه كنترول اي لهيمبورد على الديسكتوب، بحول الى صيغه التف. انا عندي هذه صيغه التف مثلا، بحط اي مسمى مثلا A11، اي مسمى للفايل، وبعطيه امبورت، بيعطيني يا اخوان اللي هي صفحه الايمج سايز او الكونفيرت تو متباب، اللي هي انت التحويل اللي بدك تحولها. هنا مربط الفرس يا اخوان، الناس مباشره بتيجي بتعمل لك مثلا طبعا الريزوليوشن مثلا 400، او الريزوليوشن 500. طبعا هنا الغلط يا اخوان، هنا الغلط، انت اول اشي حملت الصوره بنفس حجمها ما في اي اختلاف، زدت الريزوليوشن، نقصت الريزوليوشن، نفس الموضوع 100%، جربها راح تشوف انه نفس الموضوع، ما في اختلاف بين هذه الصوره وهذه الصوره. إذا الصورة عندك وضوحها أو حجمها طبيعي، حجمها طبيعي مش حجم صغير، إذا الحجم صغير ممكن تزيدها بس مش بالأمتار هذه، بالأمتار هذه يا أخوان بصير معاك اللي هو مشكلة الكونكت فيل. تمام، في تعليق بصير في الماكينة ما بتكمل، أو منها ما بتطبع، وبصير معاك الكونكت هذا مباشرة، بعطيك المسج هذا على الماكينة. فأنا إذا كان عندي في الطول هذا 10 متر يا أخوان، لو عملته أنا 70، لو عملته 50 بهذا الحجم، أنا قاعد بحكي اللي هو حجم 10 متر في عرض متر وعشرة سنتي، أو في عرض قد ما بدك ما عندي مشكلة، 3 متر، 2 متر، 1.70 متر، أنت اللي بدك إياه ما عندي مشكلة، ولكن أنا عندي الطباعة حاليا هذا هو. تمام، وأعطيه أوكي. الآن هو قاعد بحمل، حمله بسرعة. حجم الملف يا أخوان هذا أعطاني اللي هو 10 متر
في متر 10 سنتي. باجي هون بعمل كليك يمين بروبرتيز، بشوف انا حجم الملف. حجم الملف يا اخوان 203 ميجا، 203 ميجا، 203 ميجا يعني حجم ممتاز للطباعة. تمام، حجم ممتاز للطباعة، ما في اي خلل فيه نهائيا. تمام، بالنسبة للحجم تمام ما في اي اختلاف، ممتاز جدا كحجم، ممتاز وسهل انه تقرأه الماكينة ويقرأه معك الكمبيوتر. اما اذا انا اجيت فرضيا عملت F، عملت SS، نسمي الملف هذا SS11 تمام، وعملنا import وحطيت يا اخوان حجم الملف، حجم الملف 300، بدناش نكبر اكثر من هيك، 300 تمام. شوف هسه حجم الملف اللي راح يطلع معي، نيجي هون ونشوف حجم الملف اللي هو الاس 11 بروبرتيز. اذا بتلاحظوا حجم الملف يا اخوان صار 4.2، يعني هو 472 ميجا بايت. انا كل ما عليت كل ما زاد عندي حجم الملف. هذا هو الخطأ اللي احنا بنقع فيه. انا عندي زي ما حكيت لكم الفايل ثابت، عندي الفايل ثابت وعندي الصورة 10 متر في متر 10 سنتي، ما في داعي اني اعلي يا اخوان الريزوليوشن الدي بي اي، الدي بي اي راح يظل لو عليته ووطيته في الطباعة في الماكينة واحد. الصورة ما راح تختلف ولا ما راح تصير واضحة. الوضوح، الوضوح عندك تقدر تعيره على موضوع الماكينة في الطباعة. الريزوليوشن يعني بتعلي قوة الماكينة عندك، ولكن ولكن هذا الحكي أنا برضو ما بيعنيني في موضوع الطابعة. أنا بعاين هون الطبعة هذه في المقاس هذا في الحجم هذا فقط لا غير. يعني أنا اللي عندي زي ما قلت لكم العشرة متر مباشرة تف 11، ببدل الملف بعمله 50، فرد عيد مرة ثانية. بس يا أخوان ردوا عيدوها مرة ثانية، ليش؟ لأنه بتلاقي حجم الملف اختلف عبال ما أنا أعيره مرة ثانية. هسه بلاقي شوف حجم الملف عندي صار 110 في 10 متر بالضبط على الخمسين تمام، وبعطيه أوكي تمام. حاليا أنا هسه راح أخذه على الماكينة وراح نجرب ونطبع، هل إنه الماكينة بتعطيني المشكلة ولا بظلها تطبع. طبعا في صدى زي ما حكيت لكم الصورة أي إشي بتكون إياه تطبعه، ما عندي أي مشكلة، أي نوع من الطباعة بتكون تطبعوها، ولكن الحجم والدي بي اي اللي بدك تعطوه للفورمات التف هذا هو فقط لا غير. هذا الحجم 50 70 كفايه، انا بقول 50 كفايه. اول شيء ما بتعلق عندك الطابعه، ثاني شيء البرنامج بكون عندك ماشي من توب او غيره او غير من الفوتو برنت او غيره من اللي هي برامج الطباعه. تمام عزيزي، هسه بنروح على الطابعه وبنشوف هل بصير عندي المشكله ولا لا. خليكم معي. طبعا يا اخوان الكل بيعرف يعني احنا بالنسبة لنا لما نجهز الملف ناخذه بصيغة التف او اي صيغة انتم بتطبعوا على الماكينة تعيدكم، مباشرة ناخذه لبرنامج المنتوب وبنحط المقاسات اللي احنا بنعملها دائما. طبعا انا بخلي المقاس عندي ستاندر في موضوع اللي هو الماكينة بالنسبة له اللي هو البانر، بنخليه اللي هو 4 باص، بنخلي الريزوليوشن يعني ثابت اللي بطبع عليه دائما وابدا. يعني اذا خليته مثلا 360 على 720 دي بي اي بيمشي الحال. تمام، انا بطبع اللي هي اللي نحكي الصور الكبيره او نحكي الطبعات الكبيره على هذا الكلام، بطبع على الريزوليوشن او الدي بي اي اللي هو 360 على 720 دي بي اي، يعني انا بخليه ستاندر بالنسبه للطبعات الكبيره. اما الطبعات الدقيقه ممكن نعدل شوي في موضوع السيستم او موضوع اللي هو الاعدادات تعيد الطابعه. طبعا بخلي الباص دائما وابدا عندي 4 باص فقط لا غير بالنسبه الى زي ما حكيت لكم للطابعات الكبيره. بالنسبه للماكينه الطابعه بخليها عندي الطباعه مش سوفت يعني ناعمه، بنخليها ولا هايد، بنخليها ميدل يعني متوسطه مش لو، ميدل متوسطه مش لو، عشان تعطيني الاحبار ودرجه الطباعه تكون صحيحه ونسبيا تكون واضحه وممتازه وما فيها اي مشاكل. طبعا انا هسه بدعت ستارت ونقول بسم الله، خلينا نطبع ال10 متر باذن الله تعالى ونشوف شو بيطلع.
طبعا انا اعطيتها هسه طباعه اساس انها تبلش طباعه ان شاء الله. طبعا احنا من نخليها تتخلص طباعه يا اخوان لانه راح تكون فتره طويله 10 متر ان شاء الله، وبرجع لكم نشوف انها كملت ولا اي مشكله فيها باذن الله تعالى. خليكم معي. طبعا يا اخوان الحمد لله انتهينا من الطباعه، بس نزلنا الميد شوي لتحت على اساس انها تنشف، لانه احنا طبعنا فوني سودا غامقه على الاخر. ف انطبعت والحمد لله العشرة متر تمام، ما في اي مشكلة ولا في اي تعليق في الماكينة نهائيا. اللي بدنا نتبعه يا اخوان الموضوع فقط لا غير، لما يكون عندك صورة زي ما حكينا لك، صورة واضحة بالحجم الطبيعي اللي راح تطبعه، ما في داعي انه بالتحويل تعلي الدي بي اي تبعها، راح يصير معك اللي هو فشل في الاتصال اثناء الطباعة وراح تخسر انت الميديا. فبالطريقة هاي لما تنزل الريزوليوشن وراح تظل وضوح الصورة مثل ما هو يا اخوان، ما راح ينزل نهائيا، بظل وضوح الصورة تمام 100%. اللي بيفرق معك حجم الملف، حجم الملف كل ما كبر كل ما صار بطء في الطباعة، كل ما صار خربطة ممكن في الطباعة، ممكن يصير معاك القطع، وهذا اللي بنحكي فيه القطع في الطباعة. يعني وصلت 5-6 متر بعدين أعطتك اللي هو كونكت فيل زي ما حكينا، وبصير معاك المشاكل هذه فقط لغير. بس خفف حجم الملف، يعني من 50-70 دي بي اي في الأحجام الكبيرة يا أخوان فقط لغير، تمام؟ وما بصير عندك المشكلة نهائيا بإذن الله تعالى. بس في ملاحظة بالنسبة للإخوان اللي قالوا لي بيطلع عندك اللون أسود قوي ولون صلد 100%، يا إخوان عند التحويل للمنتوب أو أي برنامج من المنتوب، شيل اللي هو علامة الصح على الأجست كولر اللي هي أجست، شيل عليها الصح عشان إنه ينزل معك الألوان، كل الألوان 100%، الأصفر الأزرق الأحمر الأسود ينزلوا معك نسب 100%. إذا خليت الأجست بيطلع معك اللون على خضار، يعني أسود أخضر، وهاي بتصير مع الناس كثير. انت شيل الصح عن الأجست ويطبع على زي ما هو على 100% على جميع الأربع ألوان، بيطلع معك اللون الأسود هذا صلد 100%، ما في أي مشاكل فيه، بيطلع معك دقيق جدا 100%. تمام عزيزي، هذا الحكي بس بينطبق على طابعات الكبيرة وطابعات الفليكس أو البانر يا أخوان، الفليكس أو البانر. الاستيكر برضو بنطبق عليه هذا الكلام، بس الاستيكر احنا بنخفف نسب الالوان لانه الاستيكر ما بيمتص الالوان بسرعة، بيأخذ وقت، ممكن نفشي معك اذا الاستيكر مش خاص للطباعة. تمام يا اخوان، فقط لغير بينجح معك موضوع اللي هو الاسود وبيطلع معك 100%. وبارك الله فيكم يا اخوان، اكيد لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو، وطبعا زي ما بنحكي دائما وابدا احنا دعمكم لنا هو اكبر نجاح لنا باذن الله تعالى، ونشوفكم حلقة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.